نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. غادي نقدم واحد الكلمه باسم السيد الاخ ميتو المعروف، ليس عندي فقط وانما عند المجتمع العرائشي بصفه عامه. اليوم حضرنا يعني الاختتام ديال مهرجان البحر، وتم التتويج ديالو بواحد الشهاده تقديريه. ولذلك انا كنقول زعما الراي ديالي ان هذا السيد مزيد من الاهتمام، وحقيقة لأنه هو يعتبر مايسترو كبير جدا جدا جدا، وكان هو الوسيلة ديال يعني إنقاذ مجموعة من الأطفال ومن الشباب من الانحراف، بحيث نعودهم على 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 الرياضة والتربية البدنية والجمباز، وخاصة اللي تبع المهرجان ديال البحر كان في الافتتاح ديالو، كان هناك يعني حقيقة أبطال شباب صغار ألعاب، يعني تارت جميع الحضور. وكلمة أخيرة يعني كنتوجهها للمسؤولين ديال العرائش، أن يديروا تكريم لهذا السيد قبل ما يموت، ويسمعوا كل كلمة ديالو كتسمع، إلا وهناك واحد الثقافة رياضية كتشيع في المجتمع.